السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عرفت وي لا يتقل ما صبيحة هذا اليوم حدث خطير ومهول بث الرعب والهلع وسط السكان. وحسب الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد عرف أحد المباني المقابلة لحديقة مصطفى سريدي بوسط مدينة قلمة تسرب كبير للغاز. كما قال بعض شهود عيان أن رائحة الغاز يمكن تمييزها من بعيد، أين قامت الحماية المدنية باحتواء التسرب وتحديد مصدره. كما قامت الإدارات العمومية المجاورة للمنطقة بتعليق العمل. قوات الأمن الحضرية الأخرى تدخلت بعد تلقيها نداء استغاثة، أين قامت بغلق الشارع المؤدي للمبنى. كما قامت فرق صنع الغاز بقطع التيار الكهربائي تجنبا لأي تطور للحادثة. وللإشارة، عرفت إحدى ولايات الشرقية منذ أيام حادثة مماثلة انتهت بانفجار ضخم راح ضحيته عائلة كاملة.